للبيع حذاء طفل لم يستعمل قط. هذه هي أقصر قصة قصيرة كتبت في تاريخ الأدب البشري، وكتبها هامينغواي، مؤلفة من 6 كلمات. جميل. الكلمات أحياناً قد تبدو لكم غير مترابطة، ولكن هنا يأتي دور المخيلة حتى تربطها. لما نقول قطار بعيد، ولما نقول ثوب ستر، ولما نقول حنين حنين، سمعوا الحروف النون والياء مع بعض والحاء الناعمة. لما نفكر نعيد التفكير بالكلمات بهذه الطريقة، مخيلتنا ستعطينا الكثير من الأجنحة حتى نسافر في خيالنا، وحتى ننطق الكلمات ونعطيها حقها في النطق.